السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب قناة ساينس ويب المختصة في مجال التداول بالعملات الرقمية. في هذه الحلقة سنتحدث على بعض الأمور المهمة، سنتحدث على بعض الأمور التي تساهم في رفع سعر أي عملة، سنتحدث على حالة السوق، رأينا انتعاشة طفيفة في أسعار العملات البديلة، سنحاول الحديث على العملات البديلة وهل هذه مرحلة العملات البديلة، خصوصا أن العملات يعني منذ سنة 2017 إلى حد هذه الساعة في مسار يعني انخفاض، مسار تنازلي. ما تعودنا في هذا الشهور شهر 5 شهر 6 مدى نصف السنة تكون انتعاشة في العملات البديلة، هذا ما تعودنا عليه منذ مدة. من الممكن أن تكون يعني انتعاشة في العملات البديلة، سنتحدث على هذا الأمر وسنتحدث سنأخذ مشروع عملة، سنحاول يعني في هذه الفيديوهات التي نضع كل حلقة سنتحدث على مشروع عملة مشروعها واجد، يعني مشروعها وصل إلى المراحل النهائية. الحلقة ستكون على زيليكا في آخر الفيديو، سنتحدث على العملة خصوصا أن العملة الآن في المرحلة الأخيرة، البلوك تشين الخاص بالعملة فهو في المراحل الأخيرة، يقولون هكذا، نحن موجودون لخدمة كل الشركات، خصوصا أن أغلبية الشركات الآن ينتظرون يعني أفضل منتوج لكي يدخلوا إلى هذا المجال. زيليكا الآن يعني تقريبا 99% المشروع نجح. سنتحدث على بعض التحديثات التي ستقع للعملة والأخبار والأحداث التي تنتظرها في خلال الشهر القادم، وسنربط بعض الأمور المهمة وسنتحدث على بعض الأمور المهمة التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية. سأعطيكم بعض الأمور المهمة التي ستساعدك في الاستثمار إن شاء الله. تحدثنا البارحة في أول الحلقة على العملات التي قمت بإعطائكم إياها، عملات السكالبين. لا تقولوا لي أننا لا نستفيد من هذه العملات، كم مرة نصحت بالباور تشتريها وتقوم ببيعها، حاليا مرتفعة ب10%. البارحة عندما وضعت في الفيديو كانت في سعر 800، ارتفعت ب10%، يعني كل يوم 10%، 5%، 15%، وحدها عملة الباور. أنا شخصيا بدون احتكار أشتغل على الباور، يعني تقريبا كل الفيديوهات التي أضعها أتحدث لكم على الباور. لا تقول لي أنك لا تستفيد من عملات الباور. بعض الإخوة عندما طرحت العملات البارحة أربع عملات قالوا لي لماذا لم تضع معهم عملة اللاند. سأقول لك لماذا لم أضع عملة اللاند معهم. أيضا عملة اللاند لديها حركة، ولكن لماذا لم أقم بوضع عملة اللاند؟ لأن عملة اللاند فهي مرتفعة من أسعار 50 ساتوشي، 60، 100، 200 ساتوشي، الآن حاليا في 650. من الصعب أن أقول لك ادخل إليها صفقة تداول يومي، يجب عليك أن تحدد ستوب لوز الخاص بالعملة وتعرف أن العملة ممكن أن تعود إلى نقاط 300 400، لأن أصلا العملة مرتفعة. اترك العملة حتى تستقر في سعر ما وستعرف النقاط التي يمكنك الشراء منها. لماذا قلت لكم الباور؟ ولو كنت شخص مبتدئ في هذا المجال ستشتغل بطريقة سهلة جدا في عملة الباور، لأن يعني نقطة الدعم الخاصة بالباور، القاع الخاص بالباور هو الذي فيه حاليا 800، ما دائما 800 ترتفع إلى 900، 800 900، من 800 ترتفع بأكثر من 50%، دائما ما لاحظنا. لهذا أعطيتكم الباور. أيضا جي أن تي ارتفعت، ها هي 10% من البارحة لليوم، يعني ألاحظ هذه العملات ترتفع بشكل يومي. جي أن تي غولين، لاحظ أيضا العملة ارتفعت. لماذا أعطيت أيضا الغولين؟ الغولين هي في أفضل الأثمنة للشراء. ولو يعني كنت متداول لا تعرف بعض الأمور، لا يمكن للعملة أن تنخفض إلى أسعار أقل من 400 ساتوشي. المانا أيضا، اللوبرين أيضا، يعني أعطيتكم عملات مستقرة، يعني ظهر لنا
النقطة الأخيرة التي وصلت إليها. أما إذا أن أعطيك عملة مرتفعة مثلا كاللاند، هي الآن في أسعار 600 وارتفعت من نقاط مؤخرا، ارتفعت من نقاط صغيرة، يمكن أن تدخل إليها صفقة تداول. أنت لا تعرف بعض الأمور الأخرى، يمكن أن تتلاعب بك العملة، لا تعرف ماذا تفعل، هل تبيعها، هل تنتظر، هل، لأن هذا المجال ليس سهلا، التداول ليس سهلا، يعني مثل ما تدخل إلى بحر هائج، يجب عليك أن تعرف ركوب الأمواج. المهم، هذه الأربع عملات اشتغلوا عليها، ستشاهدون تغيير جيد جدا، يعني من الفيديوهات التي وضعتها يعني مسبقا وتحدثت وأعطيتكم هذه الأربع عملات، أو من البارحة فقط، نتحدث على البارحة عندما قلتها لكم، للآن ستجد نفسك إذا طبقت الأمور التي أعطيتك بدأت بالكسب. سنتحدث على بعض الأمور الأخرى بخصوص هذا المجال. هناك بعض الإخوة الجدد الذين يدخلون إلى هذا المجال، يمكن أن يدخل يخسر مباشرة، مثلا دخل $200 أو $300 كمثال فقط، أصبحت لديه فقط $100، ذهبت $200، أمر عادي جدا. فضروري، فستتعلم في هذا المجال، ستخسر، خسرنا يعني خسارات كبيرة جدا، كثير من آلاف الدولارات، ولكن عوضنا وعرفنا الكثير من الأمور المهمة. هكذا ستتعلم إن شاء الله الكثير من الأمور. كثير منا الآن بدأ خسر، والآن الحمد لله عوض الكثير من الدولارات. المهم، أعطيناكم هذه العملات، استغلوها. إذا حدث أي تحديث لهذه العملات، كمثال وقع خطأ، كان هناك بعض الأخبار السيئة، ظهرت لي أن العملة قامت بكسر الدعم الخاص بها، سأخبركم، سأقول لكم لا اخرجوا من هذه العملة على التليجرام. سأضع لكم القناة الخاصة بالتليجرام. هناك الكثير من الإخوة يسألونني اشرح لنا كيف نبدأ التداول بالعملات الرقمية. هناك فيديو شرح تفصيلي من بداية، أنت ليس لديك بيتكوين ولا دولار ولا أي شيء، من الصفر. ها هو فيديو سأضعه لكم أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن، ها هو الفيديو شرح تفصيلي كيف تبدأ الاستثمار وتشتري البيتكوين وتقوم بالتداول اليومي، كل هذا مشروح في ذلك الفيديو. المهم، البيتكوين الآن في أسعار $9,100. نعود إلى صلب الموضوع، قلت لكم استغلوا هذه العملات. هناك الكثير من الإخوة لديه طريقة يشتغل بها، سأعطيكم طريقة. هذه الطريقة هي جديدة، هي طريقة مضمونة 100%. إذا قمت بتتبع هذه الطريقة ستلاحظ تحسن كبير وستلاحظ أرباح إن شاء الله كبيرة. ما هذه الطريقة؟ الطريقة هي أن تشتغل بالأحداث، تشتغل بالأخبار. كمثال، نأخذ كمثال منصة الباينانس، كم بها من عملة؟ الكثير، نقول حوالي كمثال 50 عملة. أنا أخذ فقط 15 عملة، أقوم بمتابعتهم على التويتر وأعرف الأحداث القادمة لهذه العملات. كمثال، عملة الجوليم في شهر 7 لديها تحديث للشبكة الخاصة بها، أو في شهر 7 يقولون ستدخل العملة للستيكين، أو شهر 7 ستكون شراكة ولكن الشركة غير معروفة. ماذا سأعرف؟ يجب أن أضع بالاعتبار أن في شهر 7 عملة الجوليم سيكون حدث ضروري سيساعد هذا الحدث برفع من سعر العملة ولو بقيمة 40-50%. هناك بعض العملات التي ترتفع ب 500%، 300%، 600%. تقوم بوضع كل عملة لديها حدث، مثلا هذا الشهر كمثال، الشهر القادم زيليكا ستدخل إلى ستيكين، إذن ضروري سترتفع. هي لدي في الشهر القادم زيليكا، هذا الشهر كمثال لدي غوليم، الشهر القادم مانا لديهم مؤتمر يمكن أن يكون شراكة أو شيء كذا، سأضعها أيضا في القائمة. كمثال ماتيك لديهم تيست نت الخاص بالعملة. كمثال دخلت إلى الغوليم،
يوم الحدث لم يتبقى سوى يعني نقول أسبوع أو 10 أيام الشريهة. عندما تكون الشراكة أو الحدث أو الإعلان الرسمي ترتفع العملة، أبيع العملة، ها أنا قد حققت يعني 20 أو 30 أو 60%، أذهب إلى العملة الأخرى التي لم تعلن عن الحدث الخاص بها، وهكذا هكذا هكذا هكذا. هذه الطريقة يعني جيدة جدا إذا أردت الاشتغال بها، جيدة جدا. وهنا بخصوص الأخبار، فهي تشتغل مع العملات العادية والمشاريع الجيدة، لا فرق، فقط لا تشتغل بهذه الطريقة في العملات السكام. يعني في العملات العادية هناك بعض المشاريع العادية ك PHP ستيم، هذه المشاريع العادية، والمشاريع الجيدة معروفة، تشتغل بهذه الطريقة. جربوا هذه الطريقة، وسأحاول أن أضع لكم هذا بالملموس إن شاء الله في فيديو. سنبحث على خبر عملة وسندخل سأدخل لاستثمارها، وسيكون كمثال ذلك الآن لماذا العملة مرتفعة، لأن لديها الكثير من الأحداث، لديها تحديث الخاص بالبلوكشين الخاص بها، وستدخل إلى ستيكين، لازالت سترتفع بقوة عملة زيليكا. بخصوص نعطيكم بعض الأخبار الخاصة ببعض العملات الأخرى، هناك تومو لديها الفورك الخاص بها، الRVN أيضا لديها الفورك الخاص بها. تذكروا مع هذه العملات الRVN والتومو، سنأخذ هذه العملات لكي لا نتحدث فقط بالكلام. عملة التومو لديهم فورك الخاص بهم، عملة التومو سيرتفع سعرها. بخصوص اليوم لم يحددوا اليوم. الRVN أيضا لديها فورك خاص بها، لم يحددوا اليوم. نيو لديهم التحديث الخاص بالنيو الشهر القادم، ضروري سيرتفع سعر النيو، حاليا مرتفع ب10%، سيرتفع النيو. الكثير من سألني على عملة الفيول، لماذا ارتفع ذلك الارتفاع؟ لأن لديهم خبر، لديهم البلوك تشين الخاص بهم. نتذكر عملة أخرى لديهم حدث، الكافا ستدخل إلى ستيكين. الكافا عفوا لا ليست هي أصلا في ستيكين، بقت في مفكرتي لأن سألني عليها الأخ. عملة الكافا عملة جيدة أخي، عملة الكافا لديها شراكات جيدة، مشروعها في الديفاي، شرحت الديفاي، تقريبا مثل مشروع اللاند، ولكن هي أفضل من اللاند بمليار بمرة. مشروع جيد للكافا، من المرتقب أن نراها في أسعار كبيرة. عملة الكافا مشروع جيد أخي إذا كنت مستثمر بها. أتذكر لكم العملات التي لديهم أحداث مثل، يعني تذكروا فقط هذه العملات التي أعطيتكم، سيأتي يوم الإعلان سترتفع العملات. لو لاحظتم أمر مهم، يعني في هذا الشهر والشهر القادم تقريبا تحدث على أمر منذ مدة، العملات الآن بدأت بعمل الشراكات، بدأت بعمل الستيكين، عمل التستنت. هناك من يسأل عن الستيكين، حلقة خاصة تحدث على الستيكين وما هي الستيكين، ما هو الستيكين، ستيكين بروف أوف ستيك، تقريبا مثل التعدين، التعدين البروف أوف وورك والستيكين البروف أوف ستيك. المهم تحدثنا على بعض الأمور المهمة التي ستساعدكم إن شاء الله يعني في الربح الجيد وتحقيق الأرباح. الحمد لله كل يوم نقوم يعني بالبحث وتطوير أنفسنا، وحتى الطرق نحاول أن تشتغل بطريقة التي ستربح منها. كمثال أنا أعطيتك هذه الطرق، وأنت كمشاهد تشاهد الفيديو لديك طريقة تربح منها جيدا، فابقى على طريقتك. كل شخص لديه الطريقة التي يربح بها في هذا المجال، ابقى على طريقتك، أنت تحقق ربح جيد بطريقتك، ابقى بتتبع تلك الطريقة. المهم تحدثت لكم في أول الفيديو على زيليكا. زيليكا الكثير من الإخوة سألوني عليها، دائما ما كنت أتحدث على مشروع زيليكا، سألوني كثيرا وأسئلة كثيرة على عملة زيليكا، يعني هل زيليكا فقط سترتفع إلى 100 و110 وستعود إلى الانهيار كما تعودنا على العملة ترتفع إلى 94 وتنخفض. قلت لكم
ستكون الانطلاقة الحقيقية لعملة زيليكا منذ هذه الفترة. المشروع الآن تقريبا 99% نجاح. يتحدثون هكذا إذا دخلت الموقع الرسمي الخاص بزيليكا، يقولون نحن في خدمة الشركة، أي شركة كما كان نوعها تريد خدمة، لدينا خدمة جيدة في البلوك تشين، فعلا لديهم بلوك تشين جيدة. الآن بدأوا بالاشتغال على بعض الأمور الجديدة مثل الديفاي، يريدون عمل مثل ما مثل موجود في الأثريوم، الديفاي واللاندين والأمور الأخرى. ستقوم زيليكا بإطلاق المنصة اللامركزية الخاصة بها ديكس أظن في شهر 7. سيكون ستيكين الخاص بعملة زيليكا. يعني الجيد في ستيكين في زيليكا هو أن العملة موجودة على كل المنصات الرقمية بدون استثناء. سيساعد الستيكين في رفع من سعر العملة كثيرا. الستيكين يعني ما هو الستيكين؟ تقوم مثلا في منصة البينونس ومستثمر في عملة زيليكا، وأنا في ذلك الاستثمار أستفيد من الستيكين، أضعها أتركها في المنصة وأخذ عليها كمثال لديها مليون حبة، مليون وحدة عملة زيليكا، يمكن أن أخذ عليها $100 في الشهر أو 150 يعني شهريا بدون أن أعمل أي شيء. هذا يدخل في الستيكين، تكون مؤكد على شبكة الزيليكا. تحدثنا على هذا الأمر ما بين البروف أوف وورك والبروف أوف ستيك، التعدين الكلاسيكي معروف، تقوم بشراء جهاز تعدين، جهاز ضروري أن يكون ذو كفاءات عالية ويتطلب مجهود، يتطلب يعني يستهلك طاقة كبيرة، الكهرباء يعني ستأتيك بسعر يعني مرتفع. الآن أصبحت خاصية اسمها الستيكين، يمكن من خلال النظام الجديد البروف أوف ستيك تكون فقط تقوم بعمل ستيك، يعني كيف أشرح لكم يعني باللغة العربية، تقوم بتخزين العملة، المؤكدون يقومون بأخذ العملة الخاصة بك، يشتغلون بها في الشبكة وهم يأخذون نسبة ويعطونك أنت نسبة. هذا سيساعد على ارتفاع سعر العملة. الكل الآن سيقوم بشراء العملة على حسب كم النسبة التي ستكون في الستيكين، إذا كانت ما فوق 10% سترتفع سعر العملة. كذلك ماتيك، سيكون الماينيت الخاص بالعملة تبقت لي فقط 7 أيام، يعني الفيرسيون فينال، النسخة النهائية. وراء النسخة ماذا سيكون؟ سيكون الإعلان، سيتم إدراج العملة على منصة البينونس الأمريكية. هنا لدينا يعني تقريبا 3 أخبار للعملة، ضروري سيرتفع سعرها. لماذا لحد الساعة مستثمر في الماتيك؟ لأني أعرف هناك أخبار يرفع من سعر العملة ويمكنني أن أبيعها في ذلك اللحظة وأدخل إلى عملة أخرى لديهم حدث قادم. هكذا، هذه أفضل طريقة وجربتها صراحة، جربت تقريبا كل الطرق. هذه الطريقة التي أشتغل بها حاليا الحمد لله ناجحة 100%، وحتى إذا فكرت منطقيا ستجد أنها جيدة. ما دائما نريد الاشتغال بالمنطقية، وحتى التجربة عندما يعني تجربة كل لاحظ معي، كل يوم كل ساعة ترى أسعار العملات، ترى المشاريع يعني أكثر من نقول 5 سنوات، نقول أو 4 سنوات، أكثر من 4 سنوات، ونحن يوميا نرى أسعار البيتكوين تنخفض وترتفع، نفسية ترتفع وتنخفض. تأخذ تجربة، عندما تأخذ تجربة تقوم بوضع كل يعني الطرق التي اشتغلت بها، هذه الطريقة كما ربحت منها، هذه الطريقة خسرت منها، هذه الطريقة لا خاسر ولا رابح، بقى الرصيد الخاص بك ما هو لأكثر من شهر، هذه الطريقة يعني جربت تقريبا الكثير من الطرق، ولكن مع كل هذه الطرق ستخرج بطريقة أو طريقتين أو 3، كل واحدة تجد يعني نسب مختلفة من الربح. ضروري ستجد الطريقة الجيدة جدا للربح. تقريبا هذه أفضل طريقة وجدتها شخصيا، هو الدخول مع الأحداث. عندما تدخل مع الأحداث تربح وتكسب جيدا صراحة، بدون يعني أن تشتغل بالشرط الخاص بالعملة. المهم
تحدثنا على بعض الأمور المهمة بخصوص زيليكا. صراحة زيليكا أيضا صفحة، يعني كتاب مفتوح. زيليكا يعني يريدون الوصول إلى أشياء يعني لم تحقق أي عملة بخصوص التحويلات. لكي تعرف بخصوص شبكة زيليكا، البلوكتشين الخاص بزيليكا، كل نود لديهم يعني تقريبا مثل شجرة. الآن كل العملات، مثلا ترون لديهم حوالي 2400 تحويلة في الثانية، الريبل لديهم حوالي 1500 تحويلة في الثانية، زيليكا لديهم حوالي 2880 تحويلة في كل نود. والماكس، الحد الأقصى لهذه النود 600، لديهم 600 نود، يعني 600 نود وفي كل نود 2880 تحويلة. لم أعرف حد الساعة هل سيستطيعون الوصول إلى الماكس أم لا. هم لا زالوا يعني في التحسينات والجيدة كمشروع، يعني جيد جدا، تحدثنا عليه مسبقا. المشروع تقريبا واجد بالمئة بالمئة جيد، لديها مستقبل كبير. الإخوة الذين يسألون على أسعار العملة، يعني مستقبلا يعني سنراها في أسعار مرتفعة إن شاء الله. إذا كان المشروع يعني جيد فضروري سيرتفع السعر معه. كمثال نأخذ شينلينك، الكثير من سألني حتى على أو إن جين، هذه العملة عملة جيدة جدا يا أخي إذا كنت مستثمر في هذه العملة. أيضا هذه العملة ستأخذ مثل خطى شينلينك. هذه العملة تقريبا لديها شراكة مع سامسونج، لديها شراكة مع جوجل، وهناك كثير من الشراكات قادمة لهذه العملة أو إن جين. ترقبوها أيضا، سنراها في أسعار مرتفعة أو إن جين. لا تنسوا هذه العملة، يعني عملة قوية. تقريبا تحدثت عليها مرة أو مرتين هذه العملة، ولكن تستحق الحديث كثيرا صراحة أو إن جين. بخصوص من يسألني، الإخوة الجدد الذين يسألون على عملة الإكس آر بي، عملة الإكس آر بي يعني ماذا أقول لك؟ لا شيء بالنسبة لي أنا شخصيا، وأعوذ بالله من قولت، أنا لم أنصح بها بتاتا عملة الإكس آر بي. يعني لا شيء، عملة مركزية، ليست لديها أي تكنولوجيا جديدة. عملة الإكس آر بي هي الآن مرتفعة فقط لأن الحيتان والأشخاص الذين كانوا اشتروها لا زالوا يؤمنون بذلك المشروع. أما بمشروع الإكس آر بي عادية جدا، مشروع لا يستحق ذلك الثمن صراحة. هناك من يتحدث على أرقام خيالية، $100، $10. بصراحة عندما تبحث في داخل البلوكتشين وداخل هذه التقنيات، تجد أن بعض العملات المنفوخة فقط لأنها عملات كلاسيكية مثل إكس آر بي، حتى الزيكاش، مشروع عالي الزيكاش، يعني هي في المراتب الأولى عملة الزيكاش، وأتحدث عليها هكذا. أنا لا أخذ تصنيف الرأسمالي، مثلا تظهر لي في الرأس في الأول في المركز الخامس أو السادس أو العاشر تظن أنها جيدة، فقط ذلك هو الرأس، يعني تصنيف الرأسمالي، ليس تصنيف الخاص بالمشروع. شينلينك لديها شراكة يعني قوية جدا، يعني شراكة مع سويفت. سويفت هذه شركة مختصة مع البنوك، أي بنك حاليا يشتغل بالسويفت، نظام السويفت، تحويلات المالية. سويفت هو الذي قام بعمل شراكة مع شينلينك، ليست شينلينك التي قامت بعمل شراكة مع سويفت. وأيضا مع جوجل، ليست شينلينك التي قامت بعمل شراكة، بل جوجل هي التي قامت بعمل شراكة مع شينلينك. لديها تقنية أبهرت الكثير بخصوص أمان البلوك تشين، أمان التحويلات المالية. فالكل الآن يبحث على شيء مؤمن، أن هنا نتحدث عن أموال الناس، ضروري أن تكون مؤمنة. وإنجين أيضا مشروع قوي، وإنجين تضيروه، يمكن أن نرى في توب 20 أو 10 وإنجين. يعني حتى هذا التصنيف الرأسمالي سيتغير كثيرا، هذا التصنيف الرأسمالي. هناك الكثير من العملات لن نراها مثل البيتكوين، SV، XRP. هناك بعض العملات، تيزوس، يعني تيزوس ليس بذلك بتلك العملة القوية، الكريبتو.com فقط العملة لموقع الكريبتو.com. المونيرو يعني مركز السادس عشر، لماذا؟
التوكن الخاص باليوبي جلوبال، فقط لان الاثريوم كلاسيك، النيو جيدة، الداش جيدة من العملات الكلاسيكية، لديها بعض الأمور الخاصة بها جيدة جدا عملات الداش كوين. صراحة هناك بعض العملات، بعض الإخوة سألني على هذه العملة، هذه فقط ستابل كوين، يعني سبقة ثابتة، هذه العملات لا ترتفع ولا تنخفض. هذه تدخل في الديفاي الذي تحدثنا عليه، ديفاي شركات تأتي تقوم بعمل بلوك للأثريوم وتأخذ مقابله هذه العملات. الميكر يعني قوية، عملة الميكر، الدوغوين فقط لأنها من العملات الكلاسيكية، المشروعين عادي فقط لأنها من العملات الكلاسيكية الدوغوين. المهم صراحة هناك الكثير الكثير من الأشياء التي ما دائما نريد الحديث عليها، نرى الوقت هو الذي يحكم علينا، 26 دقيقة، لا نحاول الإطالة عليكم في الفيديوهات لكي تستطيعوا أن تكملوها لأكمالها. إذا كنت وصلت إلى هذه الدقيقة وشاهدت هذا الفيديو، لا تنسى وضع زر لايك وتعليق لنا. المهم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.